فريال، من اليوم بدي تكوني عيوني وأدنية هونيك. بدي أعرف بالتفصيل هديك المرة شو عم بتساوي، وإذا أجا جلالة السلطان لهونيك بدي تقولي لي. فهمتي؟ كل شي بيصير لازم أعرفه. حابة إنك تموتي؟ إيه، اقتلني وريحني من هالوضع. أنت أصلاً مو عايشة، متي بالحريق اللي عملتيه بالقصر. من اليوم ولا واحد رح يدور عليكي من أسرتك، لأنهم كلهم بما فيهم خطيبك مفكرين إنه أنتي متي بالحريق وخلص. هيك خبرناهم الكل هلا عم يبكي عليك يا أميرة إيزابيل. فريدريك عايش؟ هو بيكون هلا بطريقه على بلده، وقلبه يا حرام محروق. انت واحد ظالم، قلي شو بدك؟ ليش عم بتساوي هيك فيني؟ مو انت هيك قلتيلي؟ قلتيلي اطلق سراح خطيبي. يا ريت تقتلني وتريحني، بيكون احسن لي من حياتي الزل هاي. رجعوا الأميرة على القصر فوراً. شو اللي صار فوق لحتى مولاي عصب لهالدرجة؟ يلا خلينا نجيبها يلا. سلطانة هيام، أنا تحت أمركم. مولاي السلطان بالقصر؟ مع الأسف سلطانة، لسه لهلأ ما رجع. لكن روح عرف لي وين راح. والله سألتهم كلهم ما حدا بيعرف وينه، وسمبل مو موجود، يمكن معه. أنا خلص ضيعته، أنا ضيعته. قلتي شي سلطانة؟ إذا كنتي مضيعة شي بدور لك عليه فوراً. نقلع. امشي يلا اطلعي قدامي. بابا نحن لوين رايحين؟ بدك تروحي تقعدي عند بيت عمك حتى يروح من هون هذا البيك. معقول بابا؟ انت ما تركتي لي خيار تاني، واذا ما قعدتي عقلي عندهم الي تصرف تاني. يلا هلا اطلعي بقى يلا بسرعه. استنيني شوي انا ما رح طول. أرمين 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 أرمين، خطفها البنت، خطفها لبنتي. أميرة إيزابيل، أنتي منيحة؟ ليش عم تبكي؟ راحي من هون، ما بدي شوف هذا منكن. مولاي السلطان أمرنا أن نرجعك على القصر فوراً. Thank you.
لا تخافي أنا ما راح أعمل لك شيء. فيك تقلي شو هذا اللي عملته؟ خطفني قدام كل الناس. قلي أنا شو لازم أعمل بعد ما خطفني؟ اتركني وروح بقى، بكفي فضايح. أنا مستحيل إني روح، بخاف إذا تركتك ما أرجع شوفك. لو بتعرف قديش مبسوطة لأنه مولاي كرمه وسماه. بكرة روح قلبي محمد رح يكبر ويصير يطلع مع أبوه بالحملات، صح؟ قولي الله يبعث له أيام حلوة إن شاء الله. حبيبي. مولاتي السلطانة، أعطيني الولد عنك، أنا رح نايمه. سلطانة أنت سبقيني، أنا لاحقك. ست فريال. أمور يا باشا. الأميرة شو وضعها؟ مو رضيانة يعني تشرب أو حتى تاكل، وحابسة حالها بغرفتها. إذا كنتي بتعرفي شيء قولي. شو صار بقصر الصيد؟ الله أعلم شو صار. هي والسلطان سليمان كانوا لحالهم، وما بعرف شو صار بيناتهم جوا. ¿Sos tú mi princesa? ¿Con mi que esta esi? ¿Qué he hecho esa sultano? En beso. Paso todo dando. Quise apunir pero no pude. ¿Le obligo a hacer eso? Bueno. Sí, claro. Pero no le dije. Pero un beso fuera a la puerta. Conocesi la fredetta. Le colpi pero. Soltano sicuro? E ma saria si zorlad? Ona è soi morta. E si è sis. Carminia. سليمان ادخو فريدريكو لدخو كي سوي مورتا ان فيفو نادفين نادفين ابوسكارنوس ني كارمينيا نوسكارنوس ني اسلفارنوس سولا اسكلافا دي سليمان بارا سيمبري. انتي هون ما انتبهت لك، كنت شارد. حلو كتير، ما قلت لي خلاص؟ عجبك؟ اي كتير عجبني، ان شاء الله ما يطول لأنه مو مصدقة امتى ألبسه. سليمان، كنت عم استناك، حابة اعتذر على اللي ساويته. بخصوص شو بدك تعتذري؟ بخصوص اللي قلته الصبح، يعني مشان إبراهيم باشا. هيام أنا تعبان ومو قدران اسمع شي، وخاصة إذا كان هذا الشي بيتعلق بإبراهيم باشا.
يعني انت مو زعلان؟ اللي سامحتني؟ هيام خلص روحي. بس انا حابه ضلني هون مولاي. خمسة وثلاثين وهي ستة سبعة. والله ناقصين كانوا خمسين ذهبة. لا أحسب شو صارف منهم. سبعة وثلاثين بدهم ثلاثة بيصيروا أربعين، والأربعين بدهم عشرة بيصيروا خمسين، يعني بيصيروا 13 ذهبة ناقصين. معقول يكون خربطت؟ واحد اثنين درة خانم، شو رأيك أنا وإنتي نقوم بزيارة لوئام؟ سنبول، إنت شو اللي بدك يا من وئام؟ ليش ما بتشوف شغلك وتتركه بحاله؟ إنتي كمان واقفة بصفه يا درة خانم؟ على فكرة ما كنت متوقع منك هالشي أبداً. استغفر الله، أنا بصف كل واحد بيشتغل منيح بما فيهم إنت. لا تكون مفكرني إني عم راضي وئام وأظلمك. عفواً يا درة خانم، والله فهمتيني غلط، أنا ما هيك كان قصدي. وئام واحد محتال وكمان دجال، يعني ما بيستاهل ثقتكم فيه. بكفي سنبول، اسكت وروح على شغلك. يلا روح شوف لي الجواري الجدد، خلي وئام يشوف شغله وانت كمان شوف شغلك. تأمريني يا خانم. عليك شو سلال يا وئام، ما بعرفك غني لهالدرجة. أها، بيقولوا بس تقعد على ذهباتك بتدفيهم وبيدفوك. ذهبات؟ وانت شو عرفك سنبول؟ العصفورة قالت لي. هدول عصافيرك رح انتفلوا ريشاتهم ريشة ريشة وطقلوا رقبتهم بإيدي التلين كمان. سنبول انت وين مخبي ذهباتي؟ مو حاسس انهم تحتك؟ ناقصين، عديتهم طلعوا ناقصين، ناقصين 13 ذهبة، انت اخذتهم ما هيك؟ اللي بعرفه راتبك على قدك، منين جمعت هالذهبات كلهم؟ لا تكون سارقن ولك؟ السلطانات بيكرموني لانهم مبسوطين مني، انت شو دخلك؟ قلي وين ذهباتي؟ روح انت دور عليهم، انا مو فاضي لك. جربوع روح تضرب نقلع. أكيد هو اللي أخدهم. أنا اللي بتعب وبشتغل وبتحمل الناس وسنبول بيسرقني. تصرفهم على صحتك بجاه الله، إن شاء الله بقبرك. تنينكي سابيركي استوي فيفا ستيكو كي ماندرسي سينو No podemos salir de aquí. Mandamos mensaje al señor Creti con Malak. No confío en ella. Otra vez nuestra destino. Ibrahim باشا اجل عند حضرتك. خير ان شاء الله. السلطان سليمان بقاتك؟ أنا جيت لأطمن عليكي، أنت منيحة؟ أنا ميتة بس منيحة. معناتها عرفتي سلطان سليمان عم يخوفني، ما في ذرة رحمة. عائلتي وخطيبي مفكرين إنه أنا ميتة. مولاي السلطان في شي بباله حتى عمل هيك يا أميرة إيزابيل؟ أنا بعرف ليش هو عمل هيك. اليوم قرفت بالله؟ وليش بقى؟
لا تفكري بهالموضوع يا حضرة الأميرة، ما بتعرفي الأيام شو مخبيت لك. أكيد بكرة بتتعودي على هالوضع هاد. أنا أتعود؟ مستحيل. إبراهيم؟ سلطانة؟ كنت هلا جاي لعندك. أنت شو كنت عم تعمل بأوضة الأميرة؟ فريال قالت لي إنه الأميرة مو منيحة، فجيت أطمن عليها. بتعرفي يا خديجة إنه مولاي السلطان حط أمانة. كيف هلا؟ منيحة أحسن. ست فريال؟ مولاتي السلطانة، قلت لحالي بجيب كاسة عصير للأميرة إيزابيل، بجوز ترتاح أعصابها. بكرة بتروحي على قصر توب جابي، بتجيبي تياب الأميرة من عند الخياط وبتورجيني ياهن بالأول. أنت بتأمري يا سلطانة. شو هالمفاجأة الحلوة يا بالي بيك؟ تفضل فوت لجوا فوت. تفضلي. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. بالي بيك، خير؟ شو يلي صار؟ جوشوا كان بده ياخذ أرمين ويروح، بس أنا خطفتها وجبتها لهون. فينا نضل عندك حتى تنحل هالمشكلة يا نصوح أفندي؟ طبعاً أهلا وسهلا، بس بالي بيك أنت أكيد بتعرف إنه هذا الشيء بده يعمل لك مشاكل. أنا ما بتهمني المشاكل. فهمت. تفضلوا عدوا، رح أجيب لكم شيء لقمة تأكلوها. شكراً. قرب وشوف، قرب وشوف يا حباب. نصوح افندي اجى اليوم على السوق. فرجة ببلاش، تعال تفرج يا حباب. شفت لي شي نصوح افندي او بين شي؟ لا والله اليوم ما بين، يمكن اليوم ما اجى. خير؟ شوفي ليش عم تدور عليه؟ يعني صاير شي بينك وبينه؟ ليكون لك عليه مصاري. ايه. مولاتي السلطانة. فريال خوفتيني، ليش انت هون؟ ما في شيء ابدا، اطمني سلطانة. بس السلطانة خديجة وصت خيطولة تياب جديدة للأميرة إيزابيل، وانا جيت لاخذهم. مولاتي الأميرة إيزابيل ضيفة كتير عزيزة وحلوة كتير كمان. ليش انت يا نهد دوران شفتيها؟ ايه شفتها. هيام كمان تعرفت عليها، مو هيك سلطانة هيام؟
مظبوط مولاتي. محمد وين راح؟ لأقوم شوفه. عن إذنك سلطانة. سلطانة هيان في شغلة بدي أقول لك إياها. عن إذنكم. أنا رح أرقد وأنت امسكني يلا. يلا، ارقد. أسرع 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 أسرع. مسكتك مسكتك ها مسكتك. واقف واقف. اسمع أمير، هلأ غمض عيونك، أنا بتخبى وإنت رح تدور. ماشي ماشي. غمض. شوفي يا سنبل شلون رح تقدر تلاقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقام شو صار لك؟ لا تقرب يا أمير، هون في حية. وينه؟ امشي امشي امشي، يلا امشي يا أمير بسرعة امشي. فريال شوفي خلصيني قولي. طولي بالك شوي، بصراحة أنا خايفة عليكي، بس تعرفي شو بدي أقول. إبراهيم في شغلة بتخصني مخبيها معه لتكوني عرفتي شو هي. إبراهيم قال لي إنه في شغلة بتتعلق بلي وفيني، وما تفكري إنه هالشغلة ما رح تضرك أنت كمان يا فريال. بدي إياكي تعرفي لي شو هو الشي اللي مخبيه إبراهيم فوراً. فهمت، بس أنا في عندي شي تاني وإله علاقة بالأميرة إيزابيل. سلطانة، مبارحة الأميرة إيزابيل أخذ سنبل على قصر الصيد. مولاي السلطان طلب يشوفها وبعدين بقيوا لوحده، وأنا من ورا الباب شفتها وهي عم تحاول تبوسه للسلطان. الأميرة إيزابيل يا مولاي وضعها سيء، مسكرة الباب عليها وما عم تاكل ولا عم تشرب. أنا فت شفتها بجناحها وقالت لي إنه لازم تروح بأقرب وقت مشان يعرفوا أهلها وخطيبها أنها هي ما ماتت. قالت شي تاني؟ هذا كل شي قالته مولاي. انت متأكدة؟ والله العظيم شفتهم بعيوني يا سلطانة. شو شفتي كمان؟ نزلت فورا وخفتي شوفوني من ورا الباب، وانت طلبتي مني خبرك بكل شي بشوفه او بسمعه. بس يمكن لازم ما سلطانة. الله يوفقك، لا تخليني اندم اني حكيت لك. حية شفت حية، هربوا بسرعة. انا شفت حية، يلا يلا هربوا. حية وين شفتوها؟ بالحديقة يا سلطانة، وبتطلع هالقدة. دوروا عليها واقتلوها فورا. لا ما بصير يا مولاتي، بيقولوا انه قتل الحيه مو منيح ابدا. شو هالحكي هاد؟ روحوا اقتلوها هلا، بجوز تاذي الاولاد لا سمح الله. معكم حق يا سلطانه، هلا منروح مندور عليها وبنعمل لازم. لا سمح الله اذا قرصت حدا هون فاكيد رح يموت دغري.
تعا محمد لعندي احكي لي لشوف انت خفت؟ قلي لي فريال، الأميرة إيزابيل بالقصر هلأ؟ إيه طبعاً، بس ليش سلطانة؟ كان فيكم تجوا مبارح تناموا عندي. صوحة فندي، مين جاينا بهالوقت؟ افتح الباب يا رسوح افندي. هذا بابا. عم بقلك افتح الباب. بابا عارمين، افتح، ما عم تسمعني. بس اعطيني شوية وقت وبوعدك انه كل شيء رح يتصلح. تمام رسوح افندي. عارمين، افتح الباب بقى. يلا افتح، افتح يا رسوح، افتح، افتح، بعرف انك جوا جاي. افتح الباب، افتح يا نصوح افندي. خير جوشو افندي، شو جاي تاخذ مصرياتك مني؟ وين هنن؟ ما عم افهم مين هدول. بالي بيك امبارحه خطف بنتي عرمين. شو هالحكي؟ اكيد انت غلطان. نصوح بنتي هون اكيد، بعد عن طريقي، بعد. عرمين وينك يا بنتي؟ طول بالك، خلص بقى. شو بده يجيب بنتك لعندي انا؟ روح قل له للبيك اذا ما بيرجع البنت فورا راح اروح واشتكي عليه لابراهيم باشا. أكا الفافور دي كومير ألكو ليفان أفالتار لاس فورساس نوسي لوكي كيرو أسلير دي أكي سلطان سليمان مي أبيسادو مي سنتو أتان سويسا بوركي سنتي تان مال إسي نوتيني يستد كولبا ألغو ألا فولزو نو كميتانو ليفالتا إذر إسي أسيسيرا إلانكا مانيرا دي لنبارا مي ألمي برنسيسا نو سيري كي سنتي ألغو بورا كي ديسيس سال دخامي سولا. تيتا أنا ما بخاف، فيني أمسك الحية بإيدي إذا لقيناها. برافو عليك يا بطل الأبطال، أنت كتير قوي. هالولد مثل أمه ما بيخاف بنوب. درة قولي لحراس القصر إنه يدوروا على الحية ويقتلوها فوراً. سلطانة بيجوز لأنه نقلنا الجاجات لهون لحقتهم الحية. لتكون هاي الحية جاي مشان تاكل الجاجات. لا يا أمير ما بتاكلهم، بالعكس هي بتخاف من الجاجات، هي ممكن تاكل صوص صغير أو بيضة. حبيباتي مولاتي من بعد إذنك. سمعت يا وئام؟ روح قول للحراس يدوروا على الحية ويقتلوها، بدي تنهولي هالموضوع فوراً. درة خانم، الحية الأساسية موجودة فوق راسي بالحرم لك، شو بدي أعمل؟ قولي لي مين بتقصد؟ مين حيكون غيره؟ سنبل آغا سرقني، عم ياخد لي ذهباتي يا خانم. وقام عيب، الافتراء على الناس مو منيح، حرام عليك. بعدين أنت عندك شي ينسرق يعني؟ ليكون عندك ذهب وما منعرف، أصلاً معاشك مانو هالشي المحرز.
أنا ما إلي غيرك إشكيله همي يا درة خانم. روحوا لاقيلي حل هالمشكلة، وإلا رح تتقلعوا أنتوا الاثنين، وأنتوا حرين. قديش لسه بدها تضل الأميرة هون؟ والله ما بعرف، ماني مصدقة إمتى تروح، لأني تعبت. أنا بدي روح على القصر يا سلطانة لو سمحتي لي. إبراهيم باشا رجع، ونشكر الله الولد صار أحسن هلا. أنا ما رح أنسى معروفك، وقفتي جنبي، تحملتيني. سلطانة أهلا وسهلا هيام. سلطانة أنا رح أجيب الثياب. ماشي بشوفهم بعدين. خير هيام؟ هالزيارة المفاجئة شو مناسبتها؟ محمد وينه؟ كتير اشتقت له. هو نايم. طيب بروح بشوفه شوي وبرجع لك دغري. حطي هدول جوا، بعدين السلطانة خديجة بتشوفهم. فريال مريني سلطانة. قلي لي إيزابيل وينها؟ وين قطة؟ احكي وخلصيني. بس تخلصي الدرج بأول غرفة على اليسار. أيام خانو الله يخليكي بلا مشاكل، حاولي تحاكيها بهدوء. شو دخلك؟ شوفي شغلك وبس. اسمعيني منيح، أنا اسمي هيام، السلطانة هيام، السلطانة المفضلة للسلطان سليمان. أنا بعرفك. ولسه ما بتعرفي مين بتكون السلطانة هيام يا حلوة. قربتي من السلطان شي؟ أو قضيتي ليلة معه؟ لا بلا كذب، هو لمسك شي؟ لا. إذا ما بتبعدي عن سليمان أنا بإيدي رح أقتلك، فهمتي علي؟ أوعك تقربي منه. اطلعي برا. رح أطلع. أحسن لك ترجعي على بلدك. على فكرة أنت تسلاية إله لليلة وحدة، بياخد منك اللي بده إياه وبعدها خلص بينساكي. بس أنا السلطانة اللي جبت له 3 مرات. ما في حدا قدر يدخل بيني وبين سليمان أبداً. رجعي على بلدك فوراً. شرفتنا يا مولاي. كيفك يا خديجة؟ منيحة مولاي. ومحمد كيفه؟ منشكر الله بخير.
وانت كيفك يا ألفت؟ دعيت لك بطول العمر يا مولاي. يا ريت فيني روح. مفكرة كتير مبسوطة عندكن أنا؟ سليمان ما عم بيتركني. جربت، هرقت حالي كمان، ركض وإجا لعندي، أنقذني. تعرفي هو شو بده؟ أي شو بده؟ بده مني كون عشيقته يا هيام. هاد مستحيل. يو حسيت حالي بدي غير جو، وصار لي كتير ما شفتك، اشتقت لك. تعي اتطلقي. اجا لعندي بده، يعني قلت لك انا اسيرة عندكم، ما دخلني. روحي اصبي على سليمان. جيتك يا مولاي مفاجأة كتير حلوة وانبسطت فيها. هيام ما قالت إنه مولاي جاي. هيام عندكم؟ إيه، إجت من شوي، طلعت تشوف محمد، بس ما بعرف ليش تأخرت. رح أبعتهم يشوفوا وينها. مولاي، ما قلتي لي انك جاي لهون يا هيام. جيت شوف محمد، انا كثير صايره عم اشتاق له. وانتو كمان هيك؟ اكيد سمعتوا انه الاميره صحتها مو منيحه مولاي. ست فريال، اعطي خبر للخدم، مولاي رح يكون ضيفنا الليله. مره ثانيه خديجه. كرمالي مولاي، نحن من زمان ما تعشينا سوا. وقام خلينا ناكل. بتشوف كيف رح يعملوا لك سفرة بتشهي، والله رح تاكل أصابعك وراها. أنا ما بدي آكل يا شكري أفندي، ولا مفكر بهالطريقة رح تنازل عن حصتي؟ والله العظيم أنا ما دخلني بالموضوع، وأنا كمان مثلك متضايق. خلصنا شكري، طلع من هالبواب بقى. مو عيب عليك تحكي عن اللي صار بيني وبينها؟ والله العظيم أنا ما حكيت بالموضوع، أنا بس قلت له إنه وئام بده حصته من بضاعة السوق. يلا هلأ روح أنت، أنا بلحقك بعد شوي. لوين روح؟ عجهنم الحمرة، روح بقى حل عني شبك، لا تخليني شق لك كرشك. ها السلام عليكم جوشوا أفندي. أهلين وئام، أكيد في خبر حلو عندك. وين بنتي؟ وليش ما أجت معك؟ أنت عن شو عم تحكي؟ فهمني، والله ما عم بفهم عليك شيء ابدا. ما خبروك؟ هذا اللي اسمه بالي بيك خطفها لبنتي، رايح لعند ابراهيم باشا اشتكي له. اها، والله انا ما عندي علم بنوب، انا جاي من شان اشتري من عندك. اها، هاي القطعه حلوه كتير ومميزه، قديش حقها؟ انا سكرت اليوم، ما بدي بيع اي شيء. شو هالحكي جوشوا؟ أنا رح أعطيك حق. عم بلك ما بدي بيع. شو أنت ما بتفهم يا بني آدم؟ اوعى تبيعها لحدا غيري، رح أرجع أخدها. شو اتفقنا؟ معقول هالشي يطلع منك يا بالي بيك؟ أنت لساك هون؟ أنا ناطرك مشان ناكل وقام. يضلوا عقلك بالأكل؟ خلص شغلك وخلينا نرجع القصر. صحيح نحن رايحين ناكل وئام، بس مو عن ناشف، في دق ورقص وطقش وفقش وبنات مثل اللوز. Todavía están abajo? Sí. Li he acabado de preguntar a Malak. Están comiendo. ¿Es esa mujer muy sonrisable? Sí.
Ahora que han acabado las mujeres de Suleiman, ahora sí lo hacen conmigo. Dice que voy entre mente de una noche. Dice que no cuando. No me quiere. Esa mujer me da pánico, mito, princesa. Alejate de ella. Así muy peligroso. Sultán Suleiman jugando conmigo. Gota bien participar por juego. إبراهيم كأنه الرسام ليه وما عاد بيان. ما رجع؟ لا مولاي بصراحة أنا ما بعرف ليش أتأخر. يا خسارة لوحاته كتير حلوين. سلطان سليمان إذا ممكن تسمح لي إني شارككم بالأكل. قالوا لي كنتي مريضة اليوم. أنا وقت اللي سمعت إنك هون صدقني صرت كويس. شوفتكم بتطيبني يا مولاي السلطان. هلأ طمنتيني. تعرفتي على هويام؟ هي بتكون زوجتي وأم لثلاث أمراء. نعم بعرف تقابلنا. لهون اطلع لبرا. قلت لحالي بسألك إذا كنتي محتاجة أي شيء. دير وشك لا تطلع. شو مانك ناوي تطلع؟ ما عندك ثقة فيني؟ كيف بدي أثق فيك؟ نسيت إنه أنت خطفتني؟ يمكن أنا أكون مجنون، بس أنا من وقت يلي شفتك يا أرمين ما عم تروحي من بالي. عيونك الحلوة، وشك الملائكي. هس سكوت، مستحيل إني صدقك، فهمت؟ بعرف ما رح تصدقيني لو شو ما قلتلك، بس أنا مغروم. شوفك الصباح. صباحي على خير. ويقام اطلع عجبتك؟ شفت قديش هالبنت حلوة؟ وأنا عم أقول لحالي وين كنتوا عم تغلطوا طول الوقت عم تجوا لهون ما هيك؟ مو هيك والله، سمبل جابني بس مرة واحدة لهون مشان هيك بعرفه.
أصلاً اشتقت كتير لهالمكان والله. سنبل، آخ منك يا سنبل. بيدلل حاله كمان، بيجي على طول. أهلا وسهلا يا باشا، ليش واقف عندك؟ يا سلام. سلطانة خديجة ما بتكسر معي، وإبراهيم باشا كمان. أهلا وسهلا فيكي. كسركم كتير بيشبه كسري هنيك، في رسمات على الحيطان وطاولات تماثيل. أنت عندك ذوق كتير كبير. شكرا كتير. مزبوط حكيك، مزوق كتير بكل شي. قالوا لي إنك بتعزف على الكمان، أكيد رح تسمعني. لازم نروح. هيا خلينا نمشي. سلطانة هيام، مبسوطة بمعرفتك. وأنا انت خلص علقت يا بيك، حطيت حالك بورطة كبيرة. عن جد انا ما بعرف شو صار لي لما شفتها. دابني احساس اول مرة بعيشه. اذا هذا هو اللي اسمه الحب، ايه انا عشقان. وبعدين يا بيك، جوجو افندي ما رح يتركك بحالك، قال بده يخبر ابراهيم باشا، والباشا ما بيحب هاي الشغلات فرح يزعل منك. إبراهيم باشا بس يسمعني رح يقتنع مني. الله يسمع منك. يلا أنا رح أطلع، وهلأ تصبح على خير. حلو كتير هالنكتة. قوم يا باشا خلينا نطلع لفوق. مستحيل هاد، ما بيصير أبدا. أنا مرتبط بوحدة تانية، خايف تعرف الست فريال وتعمل لي مشكلة كبيرة. مو متزوج؟ مو متزوج، لا أبدا. نحنا ما في زواج عنا، ما بيصير. ليش يعني ما بيصير؟ موضوع طويل هاد. يا لطيف تلطف فينا. وئام لازم نروح من هون فورا. قوم خلينا نطلع. روح انت، انا بدي ضل هون. شو في فوق زياده يعني؟ انا كتير مبسوط بالقعده هون. لك يا وئام، قوم مسوح افندي هون. اذا راح لعند الباشا وخبره والله بيطردنا اثنيناتنا من القصر وبيذبحنا كمان. يخرب بيتك، دائما هيك وبالاخير بيخسر. لما اجى شيشبيش عينك تشوف وشه. خير ويام، موقع شي على الأرض؟ نصوح أفندي، بوس إيدك ما تقله شي لإبراهيم باشا. والله الحق كله على شكري. معقول يا ويام حطيت كل الحق علي؟ والله شو، مو أنت اللي جبني على هالمكان؟ يلا اعترف. خلاص بقى أنت ويا خلاص. يلا روحوا، أنا لا شفتكن ولا سمعتكن. الله يوفقك يا نصوح أفندي، أنت فضلت على رأسنا. أمشي.
ويام. بدك تضل الليلة معي مولاي؟ اليوم تعبان شوي، بشوفك بكرة. تصبح على خير. سلطانة أنت منيحة؟ نيلوفر أنا مو منيحة. حبيبي في شي زعجك؟ إيزابيل، قديش ناوية تضل عنا هون؟ شو بيعرفني؟ مشان هيك مزعوجة؟ تصرفات الليلة ما عجبتني بالمرة، أسلوبها معك استفزني. تعرفي إنه غيرتك كتير فرحتني؟ بس غيرتك مانا بمحلة لتكون سلطانة قلبي مانا واسخة من حبي لإلها. أنا ثقتي فيك ما لها حدود لأنك روحي، بس مو مبسوطة لأنه نحن وهي المرة موجودين تحت سقف واحد. مولاي، سلطانة هيام على الباب. دخلها. مولاي، طول الليل وعيوني ما غمضوا يا مولاي. في موضوع زعجني كتير والمفروض تعرفه لأنه كتير خطير. شو هالشي الخطير اللي زعجك واللي لازم أعرفه؟ اهدى بالأول، يلي رح أقوله له علاقة بالسلطانة خديجة. وعدني ما تعصب. هيام، خلص قولي شوفي. طيب، عم بيقولوا إنه إبراهيم باشا والأميرة إيزابيل علاقتهم كتير ودية، وعم بيقولوا إنهم عم يضلوا يحكوا بلغتها كل ليلة لوش الصبح. شو عم تحاولي تقولي؟ أنت مبارح ما شفتهم وقت العشاء يا مولاي؟ بصراحة السلطانة خديجة كتير مزعوجة من وجود الأميرة إيزابيل عندها، وإذا بتفكر إنه في شي بينهم بيكون الحق معه. أنت بتعرف خديجة وضعها مو متحمل أبداً. إبراهيم باشا أمرني. قليلو نجهزوا لي حصاني. بس لسه حضرتك ما فطرت. عم توجعني معدتي ومو حابب أفطر، بس فيني أشرب زهورات. أنا تحت أمرك يا باشا. باشا، شوفي كمان يا فريال، درة خانهم طلبت مني أرجع على القصر لعندهم. بس يروحوا ضيوفنا فريال، وقتها منحكي بقصة رجعتك. ماشي، أنا تحت أمرك. باشا، ما شاء الله شايفك مشرقة اليوم. بدي شغلة وخايفة ما تقبل. خير؟ حابة سلي. شو هاد؟ حابة روح على الكنيسة مشان أعترف.
بتلاقي سنبل وبتخبريه حرفياً يلي قلته. هيام؟ قالوا لي مبارح رحتوا لعند السلطانة خديجة. الأميرة كانت موجودة؟ شو دخلك؟ عن إذنك أنا لازم روح. بس بدي أقول لك شغلة، الوضع إذا ضل هيك أكيد رح تضلي لحالك. مولاي أصلاً جابها للأميرة لهون حتى تضل قبال عيوني. السلطان حابب يجمعكم اتنيناتكم، ومو بعيدة إجيبة تعيش بالقصر. أي جيبة، هالشي هاد ما بيخوفني بنوم. وقتها مو بهالسهولة رح تتخلصي منها، ما رح تقدري تنفيها، لأنه ما أنا إنسانة عادية، هي أميرة، ما بتشبه بنات الحرم لك وعبيد التافهات. صحيح، ما بتشبهك غريبة. سنبل آغا، شو نايم؟ نلوفر، هذا أنتي؟ لا تكون السلطانة هيام بدياني. السلطانة بدياك تجيب لها قمايش حرير ويكون نوعا ممتاز. مو هيام هو اللي عم يخدمها، أنا شو دخلني؟ لا تكون زعلانة من هذا التافه، معقول؟ روح قل لها هيك للسلطانة؟ كل وحدة فيكن لسانة بسبع شطلات، روحي أنا بحل المشكلة، يلا. ما بيخلوا حدا يعرف ينام. خذوا الغطا تبعكن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا طالع نصوح أفندي. بلا ما تطلع قلي شو لازمك، أنا بروح بجيبه. مو هاممني، رح أطلع، بدي أشتري لأرمين كم شغلة، وكمان بدي شوف شو عم يصير. انتبه، وإياك تطلع، دير بالك عليها ولا تفتح الباب. أنا بحاول ما أتأخر. أرمين، بدك شي يجيب لك يا معي؟ أنا ما بدي شي منك، مفهوم؟ أرمين خانم، لا تفكري إني مبسوط بهالوضع. شو هالجنان؟ كيف بيخطفك من بيتك؟ إذا ما بتحبي قليلي أنا بتصرفها، ساعتها باخدك من إيدك وبرجعك لعند أبوكي. كيف يعني؟ وبلكي البيك عملنا مشكلة؟ أنو مشكلة هاي؟ لا تهتمي، شو بده يساوي يعني؟ أبأكد لك إنه ما في مشكلة، خليه موتني ما بيهمني، الحب ما بصير إجباري. وشو بصير إذا كنت بحبه؟ ليش هو أكيد بيحبني؟ والله شكيت بهالموضوع أول شي، بس وقت اللي راح خطفك قلت الزلمة عشقانك وميت فيكي كمان، يعني بيحبك. أي بيحبك، حاجتك بقى ما بيستاهل تقسي عليه، هو عرض حاله للخطر كرمالك. أي خطر هاد؟ كرمالك وقف ضد كل الناس، ما بيكفي؟ إياكي تخسريه، لأنه بكرة بتندمي. Thank you.
جراند خاصوتي امبلورو اسكوتشا مس بلغاريا سي جو دامي خاصوس كارياسيون دي اسبيرتو سانتو ناسيدو دي لافرينا ماريا ينو دي غراسيا تودو بيدريسو اخو دي دوس سلفادور دي لوس امبريس حضرتك اللي جاي تعترف يا باشا؟ أنا لا لا مولاي السلطان خلي الأميرة إيزابيل تنزل عندي الأميرة مو بالقصر يا مولاي كيف يعني؟ سمحتوا لها تطلع من القصر بدون ما تاخذوا إذني؟ مولاي، إبراهيم باشا هو يلي جهز العربة وأخذها وراحوا ولوين أخذها؟ والله ما خبرني بشي أنا رح خبر السلطانة خديجة بجاية حضرتك لعنى ما في لزوم أنا إجيت نصوح أفندي أرمين؟ نصوح أفندي راح مشوار قلت لحالي بحضر الأكل أكيد جوعان إيه فعلا جوعان أنا أصلا مشتهي أكل من إيديك عود لكن بس ما قلتي لي شو اللي صار؟ يعني شلون لحتى غيرتي اسلوبك ومعاملتك معي؟ إذا مو عاجبك برجع مثل الأول لا 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 هيك أحسن بكتير عم اسمعك يا بنتي لا تخافي انت هلأ تحت رحمة سيدنا المسيح احكي اللي بقلبك أنا بنت مخطوبة يا أبونا بس صار معي شغلات ما بيصير تصير شو اللي صار يا بنتي أنا قربت من واحد يا أبونا وهالشخص ما أنا خطيبي وكمان هو مسلم يعني كيف قربتي منه بسني وإجباري عني بعرف يا أبونا إنه هي خطيئة كبيرة بس ما رح خليها تصير مرة تانية أنت ما غلطتي يا بنتي اللي صار أنت كنتي مجبورة عليه وما إلك ذنب فيه لا تبكي يا بنتي أنت بريئة بترجاك ساعدني ما إلي غيرك أنا ماني عارفة شو بدي أعمل أنا أميرة كاسيليا إيزابيل فورتونا سلطان سليمان أسرني وحبسني عنده قال لعائلتي لخطيبي إنه أنا ميتة كل الناس تعرف إنه أنا ميتة والحقيقة غير هيك أنا أسيرة عند السلطان أنا بعرف يا أبوني إني عم بطلب منك المستحيل يمكن أنتم ما فيكم تساعدوني بس بتمنى أنكم تقدروا أنا بشو فيني ساعدك يلا تيا خلينا نروح أبوك بيكون عم بيستنانا هلا
إبراهيم باشا، شكرا كتير. خلينا نمشي. تعالي عدي جنبي. تفضلي. شو اللي بالصندوق؟ افتحي وشوفي. غرقان بحبك، أنا من شانك مستعد موت. أنا بحبك أرمين، وهالشي مو كذب صدقيني. شوفي لكون زعجتك بشي من دون ما انتبه. حموت من الخوف، ما بعرف شو بده يصير بكرة. طالما أنا معك لا تخافي، بحطك جوات عيوني وبحميكي من نسمة الهوى، ما في داعي للخوف. أنا مستحيل أتخلى عنك. افتح، أنا نصوح. خير صاير شي نصوح؟ أنا ما كنت حابب إجي وإزعجك، بس جلالة السلطان حابب يشوفك فورا. بخصوص اللي ساويته؟ بيجوز، على الأغلب مشان هيك. إن شاء الله ما بيصير إلا الخير. شو يا بيك اجوا ياخذوني؟ لا تخافي حبيبتي، هاد نصوح افندي بعتين لي معه خبر من القصر، رح احكي كل شيء للباشا والسلطان، متاكد رح يوقفوا جنبي. بدي اياكي تستنيني هون، رح ارجع واجيب لك اخبار حلوه. ليش ما قلتي لي يا سلطانة أنك بحاجة لأمايش حرير؟ معقولة تطلبي من سيمبول وما تقولي لي؟ أنت عندك شغل أهم من هيك ويقام. أنت بس أمريني يا سلطانة وأنا بنفذ فورا. هداك اليوم شفته حية بالحديقة ما؟ إيه مبلا، وطولها بيطلع متر أو أكتر كمان. بس ليك لك فكر، أنا وصيتهم يمسكوها ويقتلوها. أصحك ويقام لا تقتلوها، لأنه بيقولوا إنه مو منيح قتلها. أنا بخاف إنها تقرص حدا وتموته يا سلطانة، يعني لا سمح الله تقوم تأذي ولاد السلطان. ها ليك يا هون. هي هي؟ إيه هي هي. شوفي عيونها يا سلطانة، عم تتطلع مثل ما بيتطلع سيمبول. امسكها فورا. كيف؟ عم قلك امسكها، وبس تمسكها بتجيب لي إياها دغري. صوت
سنبل أغا، إلك زمان عندك؟ هلأ جيت. أنا جبت للسلطانة هيام هدول الأمايش. شو بدها السلطانة بكل هالقماشات؟ بتعرفي شي؟ ما بعرف والله. مولاي إبراهيم، وين كنت؟ جلالة السلطان، أنا سألتك سؤال واضح، احكي وين كنت؟ الأميرة إيزابيل قالت لي حابة تروح على الكنيسة لتعترف، لهيك أخذتها ورحنا سوا على الكنيسة؟ نعم مولاي. مولاي كتير أصرت وترجتني وأنا ما حبيت خجلها، وأنا شفت إنه هذا حقها وما لازم. ليش ما عطيتني خبر؟ حسيت الموضوع بسيط وما في لزوم إني خبركم. العفو منك يا مولاي إذا غلطت بشي. أنا شو صار بالكنيسة؟ دعيت وكمان اعترفت. بشو اعترفت؟ مولاي بالي بيك على الباب، خليه يفوت. نادينا للأميرة إيزابيل تقعد معنا نتسلى سوا، وقت اللي بتحكي بلغتنا بموت من الضحك. مع الأسف مو موجودة. كيف؟ ليكونوا رجعوها على بلدها. أميرة وين كنتي؟ خير صاير معك شي؟ مولاي باشا، تحت أمر جلالتك. من هلأ ورايح الأميرة إيزابيل بإشرافها. بس هي تحت إشراف إبراهيم باشا. إبراهيم باشا مشغول كتير ومو فاضي، بدي إياك تراقبها ليل نهار وما تخليها تغيب عن عينك. أنا تحت أمرك يا مولاي. روح هلأ وخذها للأميرة على قصر الصيد. لسه ما انتهت التصليحات بقصر الصيد يا مولاي. مانا مشكلة، فيهم يشتغلوا هي هنيك. مأمون أغلو، هلأ بتروحوا بتنقلوا الأميرة على قصر الصيد، وانت مع السلامة. إبراهيم باشا، في موضوع كتير ضروري لازم أحكيه مع حضرتك. مو وقته هلأ، لازم تروح بسرعة وتعمل اللي قالك عليه جلالة السلطان. سينيور كريتي، أنا بتشكرك كتير لأنك جيت. أبونا خير إن شاء الله، شو صاير لحتى باعت وراي؟ في وحدة اسمها الأميرة إيزابيل فورتونا، بتعرفها أو سامع عنها شي؟ ليش هذا السؤال؟ اللي بتعرفها بالأول؟ إيه، بس مع الأسف توفت من فترة قريبة، ماتت محروقة. أنت متأكد إنه هي ماتت؟ شو قصدك تقول؟ اليوم اجت لعندي وحدة مشان تعترف، قالت لي اسمها الأميرة إيزابيل فورتونا، قالت لي كمان أنا ما مت تساعدوني. مو معقول. أنا ما بعرف، هذا اللي قالته بالحرف. كيف كان شكلها؟ ما شفت وشها منيح، ما بعرف، بس باين عليها إنها من سلالة نبيلة. أبونا إذا اللي عم تحكيه مزبوط رح أتبرع لكم بمبلغ كبير كتير. تفضل يا باشا تفضل.
سلطانة؟ مأمون أغلو بالي بيك، أهلا وسهلا، كيف صحتك؟ نشكر الله يا سلطانة، اجيت من شان الأميرة إيزابيل، أمرني السلطان اجي وأخذها. بالله جد؟ يعني بدها تروح؟ يعني لوين بدك تاخذها؟ ليكون على الحرم ليك. سلطانة، مولاي أمرنا ناخذها على قصر الصيد، صحيح لسه ما خلصوا تصليحات بس السلطان قال بيشتغلوا وهي هنيك. ماشي. سنبل؟ مولاتي؟ روح خبرها للأميرة، خليها تجهز حالها. تحت أمرك سلطانة. هذا اللي كان ناقصني. سينيور كريتي، خير؟ شو اللي جابكم بهالوقت؟ جيت لحتى اشوف ابراهيم باشا. الباشا مانه هون. لكن فيني اشوفك الك. مع الاسف انا مو فاضي، بدي اخذ السلطانه خديجه على قصر توبكابي. خلص برجع بشوفك وبنحكي مره ثانيه. مثل ما قلت لك، السلطانة هيام خلص انتهت. سلطانة، اللي توقعتي صار. إن شاء الله نقبلت دعواتي. والله عندي استعداد اتخلى عن روحي مقابل شوفها لهالحية عم تنزل وتنهان. القلوب عند بعضها، ليك اجت هيام خانو. طول النهار ما شفتكن خير، لتكونوا رحتوا لعند ضيفتكن الإسبانية إيزابيل يا سلطانة. مزبوط. شو عرفك؟ وللصدفة اجوا أخذوها ونحن هنيك. مولاي أمرني رجعوها على قصر الصيد اليوم. بس أنتوا كنتوا عم بتقولوا إنه بده يجيبها لهون. يمكن غير رأيه وحابب يكون هو وياها لحاله، وهالشي ما رح يناسبك بنوب، لأنه ما بقى فيك توصلي لها أبداً. انتي مغفلة، ما رح اسمح بهالشي ابدا، حتى لو شو ما صار. حضرة سلطان سليمان، اليوم عرفت انك رح تعترفتي للكنيسة. صحيح، ليش ممنوع؟ حابب اعرف شو اللي اعترفتي فيه. ليش شو صار معك لتروحي تعترفي؟ قلت لي مستحيل تلمسني يا سلطان، واجيت لمسني وبسني كمان، لهيك حسسني بالحار. اذا كنت انا المخطئ، لنفترض، ليش لحتى انت تشاري بالعار؟
لأنه أنا بلا إلة وما عندي ماضي ولا حتى مستقبل، وما بقي عندي أمل يجي حدا يخلصني. أنا عم أتدمر وما حدا حاسس فيني. أنا لهيك رحت التجأت للرب، قلت يعني بلكي بيمنحني شوية قوة ويصبرني وما اضعف بسبب القهر اللي أعيشته. سلطانة أنا تحت أمرك، إذا رح تسأليني وين الحية أنا مسكتها وهي عايشة وحطيتها بعلبة وسكرت عليها. مو هاد موضوعنا، قرب لعندي هلأ، خد هاد القماش وعطيه للخياطين، بدي خيطولي عباية وتكون جاهزة بكرة. إليك يا سلطانة؟ لا، بدي أخده هدية للأميرة إيزابيل لأنه الأميرة ضيفة مولاي. أمرك يا سلطانة. حضرة السلطان الأم، مولاتي تفضلي. لشو هالقماش هيام؟ أنا بدي خيط عباية لضيفة السلطانة خديجة الأميرة إيزابيل. طبعاً مولاتي إذا ما عندك مانع، لأن إسبانية لازم نهديها شي من حرير بورصة المميز، وقام رح يهتم بهالشي. أنا رح أشرف بنفسي على الخياطة يا سلطانة بعد إذنكن. معناها أنت تعرفتي على الأميرة، قلي لي كيف لقيتيها؟ ظريفة، منيحة. حلوة ما هيك؟ مو كتير حلوة، والله لقيتها كتير عادية، ماشي حالة. بس أكيد عندها معجبين، حابة كتير أتعرف عليها، عم فكر مر لعند خديجة وشوفها. أنا عرفت إنه أجوا أخدوها من عند السلطانة خديجة يا مولاتي، وبصراحة هيك أحسن، لأنه إبراهيم باشا وإيزابيل عم يضلوا سوا مع بعضهم. صدقيني هيك أريح للسلطانة خديجة. إيزابيل لا تكوني متشائمة هيك، يمكن اللي صار لك كتير منيح، يمكن حياتك الجديدة تبلش من هون. فكري منيح. بترجاك افهمني شو بدي أقول. أنا ولدت أميرة وهيك لازم كون. أنت عم تطلب مني صير عبدة، أنا ما فيني أتقبل هالشي أبداً، ومستحيل أتقبله. مولاي السلطان، أميرة إيزابيل. شو هاد؟ السلطان سليمان ترك لك هالهدية يا أميرة، إن شاء الله تعجبك، والطوق هاد هو اللي صنعه، جلالة السلطان عمله مشان يزين رقبتك. هو شاغله يعني؟ جلالة السلطان ماهر كتير بهالشغلة، لدرجة إذا بتشوفي المجوهرات اللي بيصنعها بتحسي إنها رح تنطق، لأنه بيعطيها من روحه. رجاء
أنا ما بدي من سلطانك شي. بدك ترجعيها أنت عطيها، أنا مستحيل رجعها. حضرة الباشا إبراهيم، بترجاك تساعدني يا باشا. خلوه يجي. ركو. خير يا جوجو أفندي. شوفي، أنا بنتي انخطفت، واللي خطفها يا باشا هو زلمتكن. مين؟ يعني اللي خطفها نصوح أفندي؟ هو أكيد بيعرف مكانه، بس مو هو اللي خطفها. اللي خطفها هو بالي بيك. أنت متأكد؟ متأكد يا باشا، هذا خطفها من قدام بيتي وشفته بعيوني لما خطفها، وصار له فترة عم يلحقها، وأنا كنت ألعه من حارتنا كل يوم بس ما نفع معه هذا الشيء. قلت لحالي باخذ بنتي وبعدها من هون، بس قبل ما نسافر إجا وخطفها. خطف لي بنتي وحيدتي يا باشا. إذا حضرتك ما بدك تساعدني ما عندي حل تاني، أنا بدي أشتكي للقاضي ليرجع لي بنتي. طيب انت هلا اهدى وروق، انا رح اهتم بالقصه، اذا مثل ما عم تحكي رح نعمل اللازم. وصلوا على الباب. إبراهيم باشا، قالوا لي إنك طالبني. أنت شو عامل؟ خاطف بنت جوشوا أفندي؟ يعني مفكر حالك عايش بغابة؟ يا باشا خليني أشرح لك. بالي باشا لازم تفهم إنه هاي الدولة دولة الحق والعدل والمساواة. أنا حاولت أحكي بهالموضوع مع حضرتك من قبل، بس واسمع، لأنه بهالموضوع ما في تساهل بنوب. لازم تعرف أنه هاي المخلوقة مو مثل البنات اللي عم تتسلى معهم، مفهوم؟ كيف تجرأت؟ كيف خطفت بنت ما بدياك؟ هالشي مو مزبوط. اتفقت أنا وياها وهي وافقت أنها تكون زوجتي. ما فيك بلا رضا أبوها، مستحيل نجبره للرجال. أنت لازم تشكر ربك إنه إجا لعندي قبل ما يروح يدعي بالمحكمة. بس أنا بحبها يا باشا. أنا عم حذرك، بكرة كأقصى حد بتسلم البنت، وإلا رح تجيب مشكلة كتير كبيرة لحالك بالي بيك. الأميرة إيزابيل عايشة، اجت لعند الأب إدواردو وشافها بعيونه وهو بيشهد على هذا الشيء. سلطان سليمان حاول يقنعنا إنها ماتت وعمل هذا الشيء مشان حضرتك تتخلى عنها، ما رح يتركها للأميرة. وبالنتيجة ما في قدامنا إلا حل واحد، إنه نخطفها. ورح ساعدكم بهذا الموضوع حتى لو كلفني حياتي، بس بجوز هذا الشيء يكلفكم كتير. مارسيلو، لازم توصل هاي الرسالة للأمير فريدريك فوراً.
مولاي أنت أخذت القرار الصح. أي قرار؟ السلطانة خديجة مبسوطة لأنه راحت إيزابيل من عندها. متأكد أنه خديجة عم تتوهم وما في شي من كلامها صحيح. أنا بعرف مين إبراهيم باشا من لما كان ولد صغير. إبراهيم باشا شخص صادق وأمين وبيتأمن على الروح. أي مزبوط؟ ما عندي شك بصدقه وخاصة معك. شو مشتاق أنا مع كتفك يا سليمان؟ طيب سبقيني ويام، أنا هلأ بالحيك. ماشي رح فوت. Lodi per abbonerti. ويام عم تدوري على شيء؟ ولا شيء، اشتقت لك سليمان. فكرتك تركتني ورحت. أبوكي اليوم اشتكي علي لإبراهيم باشا، وإبراهيم باشا أمرني إنه سلمك لأبوكي فورا. قوم رجعني عبيتي. من الأول كانت القصة مو ظابطة أبداً يا بيك، وهلأ الكل صار ضدنا. لا تزعل، أكيد بتلاقي أحسن مني. مستحيل انساك يا مأمون أغلو، بوعدك.
إبراهيم، مو حاسس إنك سخنان؟ أنا لازم أطلع على القصر يا سلطانة. شو هالحكي؟ ما رح خليك تروح وأنت بهالحالة. عود ست فريال سلطانة. خلاص ست فريال، تعالي فورا. مولاتي السلطانة، تعي طالعي محمد من الغرفة ونادي للحكيم. يا سلطانة أنا منيح، لا تبالغي كتير بخوفك علي. اليوم أنت لازم ترتاح إبراهيم، هلأ الحكيم بيشوفك. أنت كتير سخنان. سلطانة، وقف، ممنوع حدا يدخل القصر. مين انتي؟ شبك انت مالك شايف؟ معقول توقف السلطانة هيام؟ انت شو صار لك؟ بتكون فقدت عقلك. امشي. انا اسف يا سلطانة، سامحيني. تفضلي. ماشي ماشي، انت استنى هون لارجع. حكيم بجوز أخذ برد بعدين، لأنه راجع جديد من الحملة بجوز تكون مناعته ضعيفة. مرضه معدي بيأثر على الولد شي؟ سلطانة خليه بعيد عنه هالفترة، والأفضل أنه تنتبهي على صحته. إبراهيم باشا شراب هذا 3 مرات باليوم، ولازم تريح حالك. ماشي. سمعت إبراهيم؟ ست فريال، أنا بدي روح أطمن على محمد، لا تتركي الباشا لوحده. ما بتأخر عليك. أنتوا عم تبالغوا كتير، أنا منيح ما فيني شي. حضرتك لازم ترتاح يا باشا. شلون علاقتك معه يا مغانم؟ عفواً، ولشو هالسؤال؟ عم تعرف منك باللي عم يصير عنا هون؟ مستحيل يا باشا، أنا بحياتي ما حكيت سر حدا. أنت لرجعي لأندي سليمان، قلت له أنك جاي لأندي؟ باشا، باشا حكي. السلطانة هيام مو تركتني بحالي بنوب، قال حضرتك مخبي شغلة بتتعلق بواحد اسمه ليو وبدها ياني لاقي لها اياها.
معقول يعني خايفة مني؟ هالبنت ما راح تقعد هادية. شو اللي عم يصير معي؟ حرام يا إيزابيل، حابسينك هون مثل الجواري. سليمان اللي جابني وهاتني بهالمكان، أنا أكيد رح أتعود عليه. ما رح يكون معك وقت لتتعودي. ما فهمت عليكي. أنا سبب رجعتك على القصر هاد، أنا مو سليمان، ولسه ما شفتي مني شي. سلطانة هيام رح تضل تسألني يا باشا، وأكيد رح تبقى وراي حتى أعرف شو اللي مخبي حضرتك وعطيه إياه. الليلة ما لقيته. بس يا باشا، انت ساوي اللي عم اقلك عليه، خليكي جنبها على طول، ها، مشان اعرف كل تحركاتها. باشا، انت رح تطيب يا ابراهيم، انا جنبك حبيبي. روحي لشغلك. ما عم بقدر افهمك، انت شو اللي بدك اياه مني؟ أنا أسيرة وغريبة، أنا شو فيني أعمل؟ فيكي تصلي يا إيزابيل، أنت ما عم تقولي إنك كاثوليكية مؤمنة؟ صلي، لأنه هالشي ممكن ينفعك. يمكن أنت ما عم تفهميني أبداً، أنا بنت مخطوبة، لا بدي سليمان ولا حدا تاني. أنا من المستحيل إني فكر خون خطيبي، ما بقدر. طيب إذا صحيح مثل ما عم بتقولي، ليش الطوق اللي لازم يكون إلي لابستي؟ ها؟ بدك تاخدي مني الرجال يلي بيحبني؟ جاوبيني لشوف. بقتلك إذا صحيح.